أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال ملتقم يبحث موضوع البنوك الإفريقية والاقتصاد الرقمي بمشاركة ممثلين عن عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية. ويقول المشاركون في الملتقى المنظم من طرف الرابطة الموريتانية لحملة شهادة المعهد التقني للبنوك إنهم يسعون إلى الخروج بتوصيات حول مستقبل الاقتصاد الرقمي في القارة الإفريقية. نتابع المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. أزيد من 30 مشاركا يمثلون دولا إفريقية ومغاربية وأوروبية مختلفة يبحثون في ملتقى بنواكشوط موضوع البنوك الإفريقية والتحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في المنطقتين المغاربية والإفريقية. ويستعرض المشاركون في الملتقى التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي بالقارة الإفريقية، ويقولون إنهم يسعون إلى الخروج بأفضل المقاربات التي على البنوك الإفريقية اتباعها. إن الاقتصاد الرقمي ينحو منح خلق ثورة على الصعيد الدولي، وذلك من خلال الفرص والمقاربات الاقتصادية التي يقدم. وعلى مدى 3 أيام سيبحث المشاركون في الملتقى القادمون من فرنسا والمغرب والكاميرون ومالي ومن السنغال وساحل العاج والغابون، إضافة إلى موريتانيا. سيبحثون موضوع البنوك الإفريقية والاقتصاد الرقمي بهدف الخروج بتوصيات وتحديد أفضل المقاربات التي على المصارف الإفريقية اتباعها. ويقول المشاركون إن الملتقى سيتيح تبادل التجارب مع خبراء دوليين بشأن تحديات الرقمنة على مستوى البنوك الإفريقية، سبيلا إلى إيجاد حلول للتحديات التي تواجه البنوك الإفريقية في هذا المجال. اليوم الملتقى فيه قدر من الخبرات المشاركة، خبرات محلية معناها مواطنين موريتانيين، وخبرات جاية من الخارج، أجانب جايين يتكلموا عن موضوع معين اللي هو البنك الإفريقي وتحديات الرقمنة. أساسا هو الموضوع العام الرقمنة، تحديات الرقمنة مع البنك الإفريقي. دونك فهم ياسر المجالات متعلقة بالبنك الإفريقي كحالة خاصة، متعلقة بالرقمنة كموضوع شائك على التحدي بالنسبة للاقتصادات العالمية. إذا نحاول في المؤتمر إن شاء الله وفي الملتقى أن يخلق فيه تبادل خبرات، ويخلق فيه في نهاية إن شاء الله تعود فيه مجموعة من المقترحات اللي تقد تندار على أرض الواقع. ويرى محللون اقتصاديون أن الدول التي توصف بالسائرة في طريق النمو ما زالت تصطدم بمعوقات تعترض الاقتصاد الرقمي، ويعتبر ضعف مناخ الأعمال والاستثمار وعدم وجود أسواق كبيرة قادرة على خلق تنويع في المنظومة الاقتصادية أبرز التحديات. ومعنا في الاستديو عبد الله بدر الدين، مسؤول التنظيم بالرابطة الموريتانية لحملة شهادة المعهد التقني للبنوك. أهلا وسهلا بكم. بداية، ما هي أبرز المخرجات التي تطرق أو التوصيات التي خرجت في اليوم الأول، وما هي أبرز المحاور التي تم نقاشها؟ شكرا جزيلا، أشكر قناة مرابطون على الفرصة التي تاحت لنا لنعطي نبذة عن الملتقى. هو ملتقى 16 للكونفدرالية الدولية لحملة شهادة مع التقني للبنوك، منظم دوريا من طرف الروابط الوطنية. وفي الملتقى السابق الذي نظم في ياوندي بالكاميرون اتفقوا على أن ينظموه هنا، وأريد أن أنوه بأنه كان يجب أن ينظم في العام الماضي، ولظروف وفاة رئيس سابق للمنظمة للرابطة السيد أمين أحمد إن شاء الله، قررنا أن ننظمه رحمه الله. إذن هو ملتقى منظم من طرف الرابطة الموريتانية حمل شهادة التقنيات. وما يخص السؤال، توصيات، هناك توصيات عامة ستخرج في نهاية الملتقى. اليوم الأول هناك مؤتمرات، هناك حول مواضيع
التي تخص الاقتصاد البنوك الافريقية والاقتصاد الرقمي. طيب رقمنا لماذا نقاش هذا الموضوع الاقتصاد الرقمي في اختيار هذا الموضوع في إطار هذا الملتقى؟ لأنه هو الموضوع النقاش الحالي ليس فقط بالنسبة للبنوك ولكن بالنسبة للشركات الكبرى التي لا تريد أن تسبق من طرف آخرين. هو موضوع الحالي في كل الورشات العلمية. الرقمنة هي الوسيلة للشركات لجلب الأرباح بطريقة علمية مبسطة. وبالنسبة للبنوك لا يمكن أن تخطأ لأنها حتمية اليوم. طيب كيف ترى، اسمح عذري على المقاطعة، لكن كيف ترون السياق الاقتصادي الوطني الذي يأتي في هذا الملتقى؟ السياق الوطني الاقتصادي هنا، الاقتصاد كما قال اليوم في الافتتاح كان هناك وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتقنيات الجديدة، وقد أصر على أن هذا الموضوع مأخوذ بعين الاعتبار من طرف السلطات لأنه هو الموضوع الساعة. والبنوك والهيئات المهنية ليست منعة عن هذا الموضوع. طيب لكن ما هي أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الرقمي في موريتانيا وإفريقيا بشكل عام؟ في موريتانيا بصفة عامة وفي إفريقيا بشكل خاص التحدي الأكبر هو الثقافة. في موريتانيا وبصفة عامة في إفريقيا نسبة عدد الذين يفتحون حسابات في المصارف قليل جدا بالمقارنة مع العالم الآخر. يعني هي والخلل من التحديات هو عدم إقبال الكثيرين على 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 العمليات المصرفية بصفة عامة، بأحرى أن يكون هنالك الاقتصاد الرقمي الذي يتطلب تكوين العاملين في المجال وتكوين الزبناء لكي يتماشوا مع هذه الموضة. هي موضة. هل البنية التحتية جاهزة لتبني هذا الموضوع؟ هنالك لبنة. هنالك لبنة وأرجو أن نتابع في هذا المسار لكي لا نبقى، لأن الاقتصاد الرقمي ضرورة اليوم. إذن عبد الله بدر الدين مسؤول التنظيم بالرابطة الموريتانية حمل شهادات المعاد التقني للبنوك، شكرا جزيلا لكم. شكرا.